الحضور ديال اليوم ديجا اليوم هو كان اليوم ثقافي عندنا في لافاك ديال المحمديه ادب والشعبه ديالنا. جيت اليوم انا بعدا كطالب في ماستر شعبات دراسات مسرحيه. اليوم كان يوم ثقافي داز زوين بزاف. الصباح كانوا لي زاتولي موراها كان واحد لقاء تواصلي مع مجموعه ديال الفنانه بحال باسو المخرج ديالنا رؤوف صباحي بشرى اهريش والاستاذ العروسي. داز داكشي مزيان. من موراها عندنا دابا ان شاء الله غادي يكون واحد العروض مسرحيه وهادشي كامل نظمناه عن حب نظمناه اوطون كو دي زيتيديون كنقراو في هاد لافاك وبغينا نكبروا بها باسكو عطاتنا بزاف ديال الحوايج زوينين وتحت اشراف الاستاذ توبه. وان شاء الله مازال كاين بزاف ديال ليزيفينمون لقدام ان شاء الله. الحضور يعني كنشكر الزبير هلال بعدا اللي شرفنا بهذا الحضور هذا مع الاساتذه الاجلاء اللي اليوم باش نجيو نحتفلوا شويه بالمسرح وبالجامعه وبالطلبه والناس اللي داروا تكوين جامعي ودازوا من بعد التلفزيون واحترفوا المسرح واحترفوا الاخراج وهذا. وليا الشرف نكون مع هاد الناس هادو اللي اليوم جينا باش هذا لقاء تواصلي مع الطلبه. ما فيش زعما شي ما 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 ما, ما غادي يزيدوا لهم والو، ما غادي غير لقاء تواصلي باش فيه نقاش وفيه شي كيستافد من شي باش نحاولوا نخرجوا بشي خلاصه لمدى اهميه المسرح في الوسط الجامعي. حضور اليوم في كليه الاداب والعلوم الانسانيه بالمحمديه هي فيها شويه النوستالجي لانني انا خريجه هذه الجامعه. من هذه الجامعه هذه حصلت على دبلوم الدراسات العليا المتخصص في التسيير والتدبير الثقافي. انا سعيده جدا اليوم لانني كنتلاقى اساتذه اللي درسوني، كنتلاقى طلبه جدد اللي مشاو على نفس المسار اللي مشينا فيه حنا. فلقاء اليوم هنا بكليه الاداب فيه كثير من الاحاسيس الجميله اكثر ما هي محاضره اللي غادي نتعرفوا فيها على علاقه الجامعه بالمسرح. صراحة التظاهرة جات تظاهرة فنية بحكم بأننا حنايا دايرين خصيصين ديال شعبة ديال المسرح، فكان شيء طبيعي بأننا نديرو شي لقاء اللي كنجتمعوا فيه حنا كاملين محبين ديال المسرح. وكيف ما كتعرف بأنه الطلبة ديال المسرح يعني ما مختصينش فقط زعما بأنه ما بغيناش يكون فقط يعني غير الشعبة ديالنا، ولكن حاولنا بأنه نجيبوا كاع الفئات. يعني كانت يعني لقاء مفتوح يعني نشوف فيه تلاميذ في المؤسسات التعليميه سواء الاعدادي ولا الثانوي. وكيف ما لاحظتوا بانه كان واحد يعني جمهور هائل يعني فوق التوقعات ديالنا. هذا اللي خلانا باننا نتشجعوا ونزيدوا زعما نفكروا باننا غادي نديروا مازال لقاءات اخرى. بالنسبه للاستفاده ديالنا في هذا اللقاء يعني اول حاجه باننا تلاقينا مع الاساتذه ديالنا وما كانش هذيك النظرة ديال الطالب مع التلميذ، بالعكس بأنه كانوا الأساتذة ديالنا بهذا المنبر. كنشكر الأستاذ أحمد توبة اللي خلانا زعما الفرصة بأننا نبينوا على القدرات ديالنا ونبينوا بأنه راح الطلبة راه عندهم ما يعطيو. هذا النشاط حاولوا الطلبة يجمعوا فيه أساتذة أكاديميين وفنانة اللي عاشوا واحد التجربة أكاديمية كالفنان باسو، كالاستاذه فاطمه بشرى اهريش، كالاستاذ رؤوف الصباحي. هادو كلهم الناس اللي استافدوا من الجامعات وعندهم دبلومات عاليه. والتجربه ديال اليوم وهذا النشاط ديال اليوم حاولنا من خلاله نمسوا يعني الطلبه ونمسوا العموم يعني حتى الناس عاديين اللي غير كيسمعوا بالجامعه حاولنا نقربوهم في هذا النشاط. و يعني عند تجربه خاص يتم هذا اللقاء خاصو يتم. علاش؟ لانه عند تجربه خاصه ان الاعمال اللي كيسهروا عليها ناس متكونين اكاديميين. فعند مثلا عائله سي مربوح
العمل ديالي اللي كنت كتبته وصهرت عليه لقى نجاح كبير. حضروا مجموعة من الممثلين بحال بوشرة أهريش باسو اللي استفدنا من التجارب ديالهم، بحال بوشرة أهريس كانت طالبة حتى هي في الجامعة هنا عندنا في الكلية، عاودت لينا على التجربة ديالها وحكيت لينا عليها كيفاش أنها كانت كتواكب ما بين الدراسة ديالها والتكوين ديالها في التمثيل. ساعدتنا بزاف مجموعة من النصائح اللي يمكن لينا حنايا كطلبة في الدراسات المسرحية أننا نستافدوا منها، أننا في نفس الوقت نواكبوا نكملوا في المسار ديال الماستر ديالنا. وقالت لينا ما تبخلوش على راسكم أنكم أي كاستين كان سيروا شاركوا فيه. هادشي اللي كان صراحة أول حاجة استفدناه هي الممثلين عاودوا لينا على التجربة ديالهم، سيرشو باس سعودي على التجربه ديال الخدمه انه كان خدام او ميم طون كان كيمثل، يعني هذا كيعني بانه حنا واخا طلبه يمكن لينا نخدمه، وهذاك المشغل اللي يقدر يخدمك معاه خصو يتعامل معك كانك طالب، يعني يعطيك فرصه في انك تحضر الامتحان ديالك او ميم طون تقدر تخدم. وبالنسبه لبشرى حتى هي صراحه عطاتني بزاف ديال النصائح، انها كانت كتعاني في ترونسبور ويعني عاودوا لينا على القصه ديالهم قبل ما يتشهروا، هادشي كيحفزك انك تقرا او ميم طون انك تخدم. استفدت بزاف ديال الحوايج من هاد الورشات اللي دازوا اليوم، دخلت للورشه ديال يوغا الضحك واستفدت منها بزاف، واستفدت حتى من النصائح ديال الممثلين اللي جاوا. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.